توقفوا عن ظلم أولادكم. لحظات مضحكة وطريفة تم تصويرها بالكاميرا. في ظل الضغوط التي نعيشها يومياً بسبب الحياة، فإننا نحتاج بين الفينة والأخرى إلى شيء ما يخفف عنا هذا الضغط. وهنا يأتي دور قناتكم المفضلة هل تعلم، لتقدم لكم كل ما هو مميز. وبما أن أفضل شيء يخفف الضغط والتوتر هو الضحك، جمعنا لكم في هذه الحلقة عدداً من الفيديوهات والمواقف المضحكة التي تم تصويرها بالكاميرات، لذلك تابعوا الفيديو إلى النهاية. في فترة وباء كورونا انتشرت الكثير من الفيديوهات للناس وهم يجرون فحص كورونا، إذ يقوم فيه الشخص المختص بإدخال عود داخل أنف المريض، وكانت هذه العملية مخيفة للكثير من الناس، لذلك كان الكثيرون يرجعون إلى الخلف أثناء الفحص خوفاً من الألم. في الهند وجد هذا الشخص طريقة للحد من ذلك، حيث ظهر في هذا الفيديو وهو يقوم بوضع مجرفة خلف رأسه لتثبيته، وهي أداة تستخدم في الزراعة. تم تصوير هذا المشهد في الرابع من شهر ديسمبر عام 2018 في مدينة بانكوك التايلاندية، بالتحديد في أحد المجمعات التجارية، وظهرت فيه فتاة تريد التسوق، لكن الموظفة كانت منشغلة بوضع المساحيق التجميلية لدرجة أنها لم تعلم أن شخصاً ما أتى للتسوق. وعندما أدركت المتسوق ذلك، استغلت الفرصة وسرقت بنطالاً ووضعته داخل الكيس الذي كان بيدها. في عام 2018 انتشر مقطع من دولة بنما، وتظهر فيه فتاة تقوم بتقبيل الناس على الهواء مباشرة. الجميع كانوا فرحين بسبب ذلك، وبعضهم أتوا إليها لتقبلهم، لكنهم لم يعلموا أنها ليست فتاة أصلاً، بل هو رجل متحول جنسياً. وعندما أخبرهم باسمه علموا أنه رجل، وكانت وجوه الناس الذين قبلوه مضحكة جداً عندما عرفوا الحقيقة. صور هذا المقطع في شهر مايو من عام 2021 بواسطة الكاميرا المثبتة بالسيارة، وظهرت فيه الشرطة الروسية وهي تحتجز لصاً محترفاً في الجزء الخلفي من السيارة، والذي استطاع فتح القفل من الداخل ونزل بكل هدوء، وذلك عندما توقفت السيارة قليلاً، وأشار إلى صاحب السيارة التي كانت خلفه بأن يظل صامتاً. ولسوء حظه انغلق الباب بقوة، فلاحظ رجال الشرطة حدوث شيء غريب وشاهدوه في المرايا الجانبية، فنزلوا على الفور ونجحوا في القبض عليه، وأجلسوه هذه المرة بجانبهم لكي لا يهرب. هذا الشخص يبدو أنه شارد الذهن، لأنه أمسك بيد الدمية وحاول سحبها ظناً منه أنها يد ابنه، وابنه ظل ينظر إليه ويحك رأسه. لا أدري ما الذي جال برأسه بالتحديد، لكن الأكيد أنه كان مستغرباً من تصرف والده. في شهر مارس من عام 2016 شارك العديد من المتسابقين القادمين من مختلف الدول في سباق للسيارات التي تعمل بجهاز التحكم عن بعد، والذي أقيم في مدينة شروبشاير البريطانية. هذا السباق يحظى بشعبية كبيرة، حيث أن 36 ألفاً من المشجعين كانوا يشاهدونه مباشرة من خلال التلفاز والأنترنت. هذه السيارات تعمل بالوقود الأحفوري وتكون سريعة جداً، وأثناء السباق تعثرت إحدى السيارات وخرجت من المضمار، فأراد أحد العمال إرجاعها للسباق، لكنه أثناء ذلك تعثر بالسيارة الأخرى وسقط على الأرض، فاصطدمت به سيارة أخرى، وحاول عامل آخر إنقاذ الموقف وساعده في النهوض. وانتشر هذا المقطع على نطاق واسع ولاقى سخرية كبيرة، لأنه كان من المفترض أن ينظم السباق لا أن يساهم في تعثره. في الآونة الأخيرة انتشر تحدي بين بعض مستخدمي برنامج تيك توك وإنستغرام، يتلخص في السقوط الحر نحو الأرض لكي يقوم شخص آخر بإمساكه قبل الوقوع، ويسمى بتحدي الثقة، وانتشرت الكثير من المقاطع لذلك. في شهر يونيو من عام 2021 قرر زوجان روسيان من مدينة موسكو بتنفيذ هذا التحدي، وكان من المفترض أن تسقط الفتاة نحو الخلف لكي يقوم الرجل بإمساكها، لكن لا نعلم ما الذي حدث،
لأنها سقطت نحو الأمام بدل الخلف، وأثار هذا المقطع سخرية واسعة. في هذا المقطع كان من المفترض أن تقوم العروس بوضع عقد الزهور على كتف زوجها والعكس حسب عادات الزواج في الهند، لكن لم يسر الأمر كما كان متوقعاً. آلات الصرافة الآلية تخرج النقود ثم ترجعها بعد وقت معين. هذا الشخص أراد تصوير مقطع قصير لنفسه وهو يستلم الأموال من الآلة، وبدل أن يسحب جميع النقود قرر سحب كل ورقة نقدية على حدة إلى أن انتهى الوقت المحدد وأرجعت الآلة ما بقي من النقود إلى الداخل. في شهر نوفمبر من عام 2018 علق شخص روسي في ردهة أحد المباني السكنية، وكان يبدو ثاملاً بشدة وحاول فتح الباب بشتى الطرق. بعد ذلك بدأ بركله بقوة، بالرغم من هذه المحاولات لم ينجح في فتحه وظل عالقاً لمدة 3 ساعات متواصلة. لاحظ وجود زر بجانب الباب، وعندما ضغط عليه فتح الباب، لكنه تسبب في تعطيله وطلبت منه إدارة المبنى بدفع غرامة مالية باهظة. الكثير من الناس يقومون بتنفيذ التحديات التي تنتشر عبر الانترنت، مثل هذا الشخص الذي أراد أن يفتح الزجاجة بركلها بالقدم. صحيح أن الزجاجة لم تفتح من الأعلى، لكنها فتحت من الوسط. هذه الفتاة كانت ذاهبة إلى العمل، وفي الطريق وجدت زوجها برفقة صديقتها، فغضبت بشدة وانهالت عليه بالضرب. في هذه الأثناء قررت الفتاة الموجودة داخل السيارة أن تهرب، وبالفعل عندما انتهى العراك أخبرها بأنها تتوهم وأنه لا يوجد أحد برفقته، وبالفعل تفقدت السيارة ولم تجد أحدا. وبعد لحظات عادت تلك الفتاة وكأنها مارة بالصدفة، فاحتضنت صديقتها وكأن شيئا لم يكن. أخبرونا في التعليقات، هل تظنون أن هذا المشهد حقيقي أم أنه مجرد مشهد تمثيلي؟ هذا الشخص الهندي أوقفه شخص في الشارع في فترة انتشار وباء كورونا، وسأله عن الاحتياطات التي يأخذها للتصدي لهذا المرض، فأخرج زجاجة الخمر من جيبه وقال بأنها هي التي تقيه من ذلك، وقال بأن عمره تجاوز 64 عاما. هذا المقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة كبيرة من السخرية، تظهر فيه شاحنة على وشك السقوط من الجرف، فاقترب منها شخص ما وأمسكها بيديه، ثم عادت الشاحنة إلى المسار الصحيح، ويبدو أنه ظن أنه قد قام بهذا فعلا، لأن ابتسامة عريضة كانت مرسومة على وجهه. في هذا الفيديو قام الفتى بإخافة والده بشدة، والذي هرب من شدة الخوف. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.